رايك بقى عرض جامد جدا على الدفايه امجاد يا جماعه، الدفايه في منتهى الشياكه حلوه جدا. عايزه اوريكم اصلا شكلها كده وهي مفروده تحفه وحلوه قوي. بصوا الجمال، شايفين الجمال والحلاوه اهو، شايفين جمال الدفايه عامل ازاي. الخامه بتاعتها تقيله ما شاء الله، تحفه وفي منتهى الشياكه يا جماعه. عندي منها الوان كتير جدا زي ما انت شايفه، الوان كتير معاكي تختاري الالوان اللي انت عايزاه. طيب الالوان بتاعتها بقى كتيره جدا، وريتك الجنزاري، عندنا برده اللون الموف تحفه ما شاء الله، وعندك بصي اللون النبيتي وجماله برده حلو قوي، وعندك منه برده البني في ابيض برده حلو قوي قوي، ومعاكي برده اللون الكشمير اهو زي ما انت شايفه. وبصي اللون الموف برده الغامق حلو قوي على فكره يا جماعه، وعندي طبعا الجنزاري الغامق. عندي الوان كتير جدا منها وفي منتهى الشياكه. طيب العرض اللي انت عاملاه لنا بقى عباره عن ايه؟ ان انت لو اخدتي 5 دفايات هتاخديهم ب 1000 جنيه، ولو اخدتي الدفايه الواحده ب 250 جنيه، يعني انت لو اخدتي 4 دفايات هتاخدي عليها واحده هديه. عايزاكم بقى تعملوا لي لايكات كتير جدا على قد ما تقدروا، عشان الريتش بتاع الصفحه عمال يقع مننا، فيا ريت تعملوا لايكات على قد ما تقدروا.